السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وحياكم الله في هذه التغطية الخاصة والمواكبة للجولة الثانية أو جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بعد جولة أولى حقق خلالها المرشحين سعيد جليلي ومحمود بزشكيان أعلى الأصوات. وبحسب المادة 117 من الدستور الإيراني ينتخب رئيس الجمهورية بالأكثرية المطلقة لأصوات الناخبين، وفي حالة عدم إحراز هذه الأكثرية من قبل أي مرشح في الدورة الأولى تجرى دورة ثانية من الانتخابات في يوم الجمعة من الأسبوع التالي. وبالفعل فتحت المراكز الانتخابية أبوابها اليوم ابتداء من الساعة 8 صباحا، وكان من أوائل المصوتين قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي كرسالة دعم واضحة لبيان أهمية الانتخابات وأهمية المشاركة بها. أرحب بكم مرة ثانية وأرحب كذلك بضيوفنا الأكارم بالاستوديو، الأستاذ هادي جلو مرعي الباحث في الشأن الاستراتيجي، وكذلك الأستاذ هيثم الخزعلي عضو شبكة الهدف للتحليل السياسي، وينضم لنا عبر سكايب الأستاذ هادي محمدي المختص في الشأن الإيراني من طهران. أرحب بكم ضيوفنا الأكارم، وأبتدي وياك أستاذ هادي. بداية رأيك في هذه الانتخابات، رأيك في المشهد الانتخابي الإيراني، خصوصا أنه هذه انتخابات استثنائية، تعتبر انتخابات مبكرة بعد استشهاد الشهيد رئيسي أقل من 50 يوم. نعم. ودخلنا في الانتخابات بشكل رسمي، فبالتالي رأيك وتعليقك على هذا المشهد. شكرا جزيلا، تحية للدكتور هيثم وللسيد محمدي من طهران ولجنابك ولجمهورك الكريم. أنا أتابع في الواقع يعني مجريات الأحداث في إيران منذ كنت صغيرا، يعني ربما كان عمري 9 سنوات، وتطلعت عندما انبثقت الثورة الإيرانية عام 78، وبعد ذلك تداعيات الحرب في 80، ثم الحصار الذي فرض على إيران حتى اللحظة، وهو أطول حصار في التاريخ، لا يوجد له مثيل، ولكنه حصار ساهم ربما في صعود لافت لإيران، ربما لو لم تكن إيران محاصرة بهذه الطريقة كما هو الحال مع روسيا ومع كوريا الشمالية، هذه الدول التي حصرت بطرق يعني مرعبة من قبل الغرب الإمبريالي، لكانت الأمور ربما مختلفة لصالح الغرب، ولكنهم دائما يعطون أسلحة بيد أعدائهم الغربيون وينتجون عالما مغايرا وهم ضحايا. في الواقع الرئاسة الإيرانية بالرغم من أنها نوع من المتنفس ربما للشعب الإيراني في ظروف خاصة، في ظروف اقتصادية وسياسية معينة، ولكنها في النهاية لا تستطيع أن تخرج عن قيم الثورة الإيرانية، أبدا لا تستطيع أن تخرج. ولو تتبعت الرئاسات الإيرانية منذ الثمانينيات وحتى اليوم، وخاصة بعد نهاية الحرب العراقية الإيرانية ومجيء الرئيس الراحل هاشمي علي أكبر هاشمي رفسنجاني، أنا شخصيا أعد هاشمي رفسنجاني من الإصلاحيين، يعني طيب. ممكن أن أعده على معسكر الإصلاح. ثم يعني كما تتذكر الرئيس محمد خاتمي والرئيس حسن روحاني، وإذا أردت أن يعني تعطي من الغلبة لمن في موضوع الرئاسة الإيرانية ستقول الإصلاحيين، بالتالي الكل ملتزم بقيم الثورة الإسلامية أحسنت. وأهداف يعني ومبادئ الثورة الإسلامية. الآن مسعود بازشكيان مثلا لا يستطيع أن يخرج عن قيم الثورة، لأنه الحاكم هي الثورة، الحاكم هي الثورة الإيرانية وليس شخص بعينه، يعني حتى الإمام الخامنئي جاء من رحم الثورة، يعني كان رئيسا للجمهورية وكان مقربا من الإمام روح الله الخميني، ولكنه ابن الثورة الإيرانية، بالتالي هذه الثورة وهذه الجمهورية لا تنتكس بغياب أحد، يعني أشار الإمام الخامنئي لذلك بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، أنه الشعب الإيراني قوي وأن الثورة قوية،
وأن ما ينتج عن هذه الثورة هم أفراد أو جماعات يدينون بالولاء لهذه الثورة أو لقيم هذه الثورة، وبالتالي لا قلق من الانتخابات الرئاسية. لذلك المرشد الأعلى اليوم قال أنه يوم جيد لإيران وكان يبتسم وأدلى بصوته. سعيد جليلي ذهب إلى وزارة الداخلية وصوت، بالتالي هذه الظروف الاستثنائية والتوقيت المبكر ما أثر على المشهد بصورة أبدا عامة. حتى السيد محمد مخبر نائب الرئيس الذي يعمل بالوكالة رئيس الجمهورية ذهب إلى وزارة الداخلية أيضا وأدلى، عفوا سعيد جليلي أدلى بصوته في مسجد في, 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 في مسجد، بينما السيد مخبر ذهب إلى إحدى إلى وزارة الداخلية وأدلى بصوته وتحدث عن أن الحكومة على الحياد. ولذلك حتى لو قلنا أنه قيادة الثورة الإيرانية أو مثلا الحرس الثوري أو جهة ما في إيران تريد فوز جليلي، لكنها ليست قلقة من فوز بسكيان أبدا بالإطلاق، باعتبار أنه الأهداف واحدة، الأهداف وهناك من هو أقوى. يعني مثلا السيد رفسنجاني كان أقوى بمرات ومرات من السيد بسكيان، وكان له تأثير وحضور في إيران، وكان مؤثرا حتى في 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 أيام الحرب العراق الإيرانية، وكان يعمل في وزارة الدفاع ثم رئاسة الجمهورية، وبكل تلك الإرهاصات لم يكن أحد منهم ليؤثر. بالتالي هذا عامل قوة أستاذ. نعم. أستاذ هيثم، للجمهورية الإسلامية الإيرانية عكس ما يصور المعسكر الغربي، أنه يعتبر أو يعتبر الانتخابات الإيرانية انتخابات موجهة، والقائد واحد هو قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي، ويقلل من أهمية هذا المنصب أو هذا المركز في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. بسم الله الرحمن الرحيم، ابتداء أرحب بك وبالأستاذ هادي وضيفك الكريم من طهران، جمهوركم الكريم. الحقيقة أن الجمهورية الإسلامية في هذه الانتخابات أثبتت بأنها دولة مؤسسات، وأنها استطاعت أن تلملم موضوع اختيار رئاسة خلال 40 يوم، بحيث جرت الجولة الأولى من الانتخابات في أربعينية الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، مما يدل على رصانة الدولة، على يعني رصانة التشريع في هذه الدولة التي لم يترك هناك فراغ تشريعي أو شغور في المنصب الرئاسي، ولم يكن هناك تلكؤ في الإجراءات. نعم، في تلكؤ في الإجراءات أو ما يجب أن يفعله الإيرانيون بعد غياب الرئيس، وإنما كانت كل الإجراءات واضحة ومتخذة، وتم إجراء الجولة الأولى. وطبعا كما نعلم أنه كان هناك 80 مرشح، مجلس تشخيص مصلحة النظام استبعد 74 شخص منهم، والدليل أنه الشخصيات التي استبعدت كان منها شخصيات مهمة وبارزة، وبعضها كان يعني مقارب حتى من السيد الخامنئي، يعني أحد مدراء مكتب السيد الخامنئي تصور أنه رئيس السيد حقاني في وقتها أيضا قدم للانتخابات ولكنه لم يتم قبوله، استبعد من الانتخابات، ما يشير إلى أنه موضوع القرب والبعد من ولي أمر المسلمين كشخص ليس له علاقة بالإجراءات القانونية المتخذة داخل الانتخابات، وإنما الشخص الذي لا تتوفر به الضوابط يتم استبعاده. الجولة الأولى أثبتت وعززت هذه النظرية أو هذا التوجه؟ طبعا الشخصيات المستبعدة والجهات الداعمة لها وتاريخها في العمل السياسي يثبت بأنه هناك يعني معيارية في عملية اختيار وقبول المرشحين للرئاسة، وأن الأمور لا تمر بطريقة انتقائية أو بطريقة اختيارية. والجولة الأولى كان هناك ملاحظات بأن النسبة 40% اعتبر الناس قليل، ولكن نحن نتحدث عن انتخابات طارئة جرت خلال 40 يوم، يعني لم يكن هناك تهيئة الانتخابات قبل فترة، لم يكن هناك إعداد برامج من قبل المرشحين، لم تكن هناك دعاية انتخابية لفترة طويلة، فبالتالي هذا كله أثر على نسبة كل المشاركة. هذا طبعا يؤثر حتى على الترويج لفكرة الانتخابات نفسها. 40 يوم، أنت نحن نتحدث الآن عن انتخابات تحدث في دول العالم يتم الإعداد لها قبل سنة، بطبط. الدعاية والانتخاب والترشيح وما نتحدث عنه اليوم، نتحدث عن 40 يوم وفي حالة طارئة وفي ظروف حالكة تمر بها المنطقة وتحديات تواجه الجمهورية الإسلامية. فأعتقد النجاح بالخطوة الأولى خلال 40 يوم ثم الانتقال إلى الجولة الثانية من الانتخابات، وأعتقد هذه المرة ستكون نسبة المشاركة أعلى. خلينا ننتقل بهذا الخصوص للأستاذ هادي محمد، يرحب بك مرة ثانية أستاذ هادي.
اهلا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولضيوفك الاعزاء ومشاهدينا الحبيب في العراق. طيب، بداية نتساءل عن قراءتك للجولة الأولى من الانتخابات الإيرانية، وأيضا نقطة مهمة أشار لها أستاذ هيثم ما يخص نسب المشاركة اليوم، وإحنا تقريبا حاليا في الساعة 5:30 تقريبا أو 6:45 بتوقيت طهران، تقييمك لنسب المشاركة في الجولة الثانية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. المشاركة في الانتخابات حصلت خلال أقل من 40 يوم، ويعني موضوع نشاط الانتخابي ودعاية انتخابية كان خلال 10 أيام الذي وصلت إلى يوم الانتخاب، يعني 10 أيام أقل من أسبوعين كان يعني للتحشيد ولل يعني مراحل مختلفة قانونية لتنفيذ الانتخابات. هذا من نقطة من ناهية، والنقطة الناهية الأخرى بعد أسبوع من جولة الأولى حصلت اليوم انتخابات مرحلة جولة الثانية بتعيين رئيس الجمهور، رئيس الجمهورية الإسلامية. هذا في هذا الفترة العسيرة والقصيرة بتنفيذ مسألة الانتخابات واختراق، يعني فرصة قياسية لتنفيذ هذا المهمة، وخاصة كما تفضل الأخ يعني ظروف استثنائية وظروف قصيرة من مدة الزمن والظروف السياسية داخليا وخارجيا، هذا يدل على استحكام النظام الجمهورية الإسلامية. وخلال هذا المدة كان يمشي الأمور الحكومية بشكل طبيعي، وحتى انعقاد يعني لقاءات خاصة دوليا وداخليا وتنفيذ المشاريع المختلفة كان يمشي بشكل طبيعي. هذا من ناحية، من ناحية الأخرى كان يعني مع أنه كان حكومة شهيد رئيسي وكل وزاراتها يميل بتيار خاص، كان حصل السيد بيزشكيان أعلى أصوات داخل هذا المنافسة الانتخابية أعلى من الآخرين الذي يميل إلى إصلاحيين. هذا يدل على شفافية والديمقراطية الواقعية. هل البرامج تختلف ما بين المرشحين؟ خاصة في نعم، البرامج الانتخابية بالنسبة للمرشحين تختلف اختلاف كبير؟ نعم، هناك يعني رؤية في أسلوب وأدوات وتكتيكات العمل، لكن في العناوين كل المرشحين في الدورة الأولى والجولة الثانية يعني يركزون ويؤكدون على موضوعات مشابهة تقريبا، لكن في أساليب العمل في السياسة الخارجية يا أما في مواضيع وملفات الداخلية يختلفون في أساليب وفي كيفية البرامج. هذا من ناهية، هذا أثرت على وعي الناس وانتخاب الناس الذي حسب المعلومات اللي وصلتني يعني من مصادر رسمية وغير رسمية بأنه كان مشاركة في هذا المرحلة الجولة الثانية في محافظات عديدة 50% أكثر مما شاركوا في المرحلة الأولى. واليوم أعتقد هذا اللي دعا هذا الوقت، أعتقد هذا اللي دعا أستاذ الليل وزارة الداخلية الإيرانية تمدد عملية التصويت لساعتين إضافية. هذا العاجل طبعا أنه عندنا اللي يظهر حاليا على الشاشة. أرجع لك أستاذ هادي، كونك متابع مثل ما قلت للشأن الإيراني والداخل الإيراني، نجحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتوليف ما بين التجربة الديمقراطية والحفاظ على القيم الإسلامية، باعتبار قيم الثورة الإسلامية هي ملتزمة بمبادئ الإسلام وترفض الخروج عنها؟ طبعا درجات الحرارة مرتفعة في مناطق من إيران، ربما حتى أكثر من بغداد بالمناسبة، يعني في أقصى الجنوب الإيراني في بندر عباس وفي هرمزكان وغيرها هنالك درجات حرارة تصل إلى 50، وهنالك رطوبة عالية كما تعلم باعتبار القرب من المياه والخليج والبحار، وبالتالي هذا يقلل من خروج الناس. يعني إذا كان هنالك تزاحم في طهران فإن في مناطق من جنوب إيران في أقصى الجنوب بسبب الحرارة العالية الآن قد يلجأ الناس إلى تأجيل خروجهم إلى محطات الاقتراع إلى المغرب، ولذلك نعم هو بالمناسبة هو تمديد المدة ليس لأنه هنالك عدم إقبال، ولكن تمديد المدة لأن هنالك إقبال وهنالك تزاحم. يعني أنا لاحظت على بعض مناطق المحطات
تزاحم والوقت لا يكفي يعني. وبالتالي صار طبعا لانه كل فرد يدخل الى المحطه ويريد ان يصوت ياخذ وقت، وهنالك في الشارع العشرات يصطفون يعني الى جانب ممرات قرب المحطه، وصعب جدا ان يتم استيعاب هذه الاعداد الهائله، لان هنالك نوع من التزاحم لاسباب مرتبطه بالحماس. يعني هنالك حماس لانصار قاليباف الذي خسر في الجوله الاولى، وانصار بزشيان، هنالك حماس لدى انصار سعيد جليلي. اعداد المشاركين واللي حق لهم التصويت 61 مليون تقريبا او اكثر من 65 مليون. لكن انا والخيارات حاليا محصوره، هو محصوره بين اثنين، ولكن صح انها محصوره بين اثنين، ولكن هذان الاثنان يرتبطان بايديولوجيات وافكار يدعمها اناس اخرون من خارج حلبه المنافسه بين الشخصين. يعني مثلا لما يجي بسكيان ومعه سيد ظريف، ولما سعيد جليلي معه قيادات وجماعات وانصار، هذا يؤشر ان هنالك رغبه جامحه لدى جماعات كثيره في ايران للتصويت. التصويت في هذه الجوله والتمديد جاء لسببين: كثره المصوتين ودرجات الحراره في بعض المناطق، لانه الناس راح تخرج المغرب والعصر، يعني بعد الساعه الخامسه بعد الساعه السادسه، لكي يتفادوا درجات الحراره العاليه. ارجع لسؤالي. السؤال انا اعتقد، وراح يعني اقول لك شيء، واعتقد هي مرتبطه بالثقافه. لو ركزت على قضيه الشرق بشكل عام، بعيدا حتى عن الثوره الايرانيه وبعيدا عن الاسلام والتدين، قضيه الشرق، هو الحضاره الرمزيه، يعني في ايران، في مصر، في العراق، في سوريا، حتى في السعوديه، في تركيا، في مناطق ربما ابعد باتجاه الصين ودول شرق اسيا ووسط اسيا وروسيا، الرمزيه، رمزيه المعنى للفرد ورمزيه المعنى للثوره او للقياده او لنظام الحكم او لطبيعه الثقافه السائده. يعني الرمزيه تتنقل بين رمزيه الفرد ورمزيه الجماعه ورمزيه الدين ورمزيه الجغرافيا ورمزيه العشيره ورمزيه التاريخ ورمزيه البلد ورمزيه الحضاره التي صنعت قبل 2000 و3000 و4000 حسب المكان والزمان والظروف. يعني لذلك احنا نقول البلدان اللي فيها حضاره وهذه الحضاره تحترم، اي لا يتم على قاعدة كلما أتت أمة لعنت أختها أو قطعت مع الماضي، هذه الدول تجدها أكثر استقرارا. لذلك شوف حضرتك الآن، لو شوف الصين، شوف إيران، شوف روسيا، هذه الدول أكثر اندماج مع حضاراتها، تجد أنه لما تروح تلقى أشياء قبل 8000 سنة وكأنها موجودة الآن. مو نجي نرمم ونشوف نقول يابا ترى كانت عندنا حضارة قبل، الآن لما تروح لمصر وكأنك قبل 8000 سنة موجود في مصر، لما تروح لبعض مناطق إيران في أصفهان وغيرها وكأنك موجود في الفعل، وكأن الحضارة في أصفهان قبل 3000 و4000 سنة وكأنها موجودة الآن، أي وكأنه فعلا كما هي في مصر كما هي، تروح في مناطق في سوريا في لبنان حتى هاي بلاد الشام باعتبار أنه كانت منطقة جغرافية واحدة. لذلك الرمزية العالية ندخل بإيرانك تلقي بظلالها الرمزية على نوع المرشح وعلى طبيعة أداء المرشح وعلى طبيعة الإجراءات التي تتخذ في هذه الدولة. بمعنى آخر أنه الآن لو أن السيد بسكيان فاز، وقد يفوز لديه أنصار كثر يعني، وهذه ليست المرة الأولى، أنا قلت لك في البداية أنه مرشحين إصلاحيين عدة فازوا في الدورات السابقة، يعني وكأنه الرئاسة في إيران وكأنها هدية للتيار الإصلاحي. خليني أسأل سؤالي بطريقة ثانية، هذه 14 تجربة الانتخابية بعد الثورة الإسلامية الإيرانية نضجت اكثر التجربه الديمقراطيه في ايران؟ في ايران حلو، حتى نعود لسؤالك لانه ربما ما استوعبت اكثر في البدايه انا او نسيت التفاصيل. الاسترسال انه هذه الرمزيه مع الديمقراطيه جعلت الديمقراطيه ترضخ للرمزيه، ليس بمعنى القهر ولكن بمعنى الايمان بطبيعه الثقافه. الان في العراق لو ان احنا كانت عندنا حركات، يعني شلون حركه تشرين اللي صارت في العراق وظاهرها ليبرالي وعلماني ويساري وضد المتدينين ودول المتدينين لازم نمسح بهم الارض، لو ان تشرين نجحت وحكمت في العراق كان حكمت بنفس الرمزيه مع اختلاف الشكل والطابع ربما. بمعنى اخر انه العقل الرمزي هو الذي يحكم هذه الجغرافيا الشرق اوسطيه والشرق، يعني حتى الشرق الاقصى ومثل ما قلت لك في مناطق الجغرافيا على اختلاف الامثله والدلالات. نعم. اسالك استاذ هيثم، شنو اهم ما يميز هذه الانتخابات؟ شنو اهم ما يميز الانتخابات الايرانيه عن غيرها من الانتخابات في المنطقه؟ خصوصا انه احنا عندنا بعدها اكو بلدان بالمنطقه تدعي بالديمقراطيه وهي انتخاباتها حتى شكليه ما نقدر نقول عليها. الحقيقه انه التجربه الجمهوريه الاسلاميه في ايران ديمقراطيه، استطيع ان نسميها ديمقراطيه عقلانيه. لماذا ديمقراطيه عقلانيه؟ اول المؤاخذات التي كان يؤاخذها افلاطون والفلاسفة المتقدمين على
موضوع الديمقراطية، وأعتقد انتقاد لأرسطو طاليس كان يقول بأن الديمقراطية تنتج ديكتاتورية لأنها تأتي بالقصاب والبقال وأي شخص غير مؤهل لتسنم منصب الحكم، والديكتاتورية تنتهي بثورة لتقود إلى عمل ديمقراطي وهكذا دواليك. فكل أنظمة الحكم فاسدة، لابد أن يصبح الحكام فلاسفة أو الفلاسفة حكاما. حتى بعض الأخوة يتندى يقول أن أرسطو كان من بولاية الفقيه. زين. فموضوع الحكومة في إيران، وجود مؤسسات مثل مجلس تشخيص مصلحة النظام ومجلس صياغة الدستور ومؤسسة ولاية الفقيه، ومع أنه الترشيح هو حق لكل مواطن إيراني، ولكن نظر في صلاحية المرشح للترشيح. يعني أنت لا يمكن أن تأتي تنظر إلى الانتخابات الأمريكية، رئيس مدان 34 جريمة والآخر لا يستطيع أن يميز ما يقول ويرتكب جرائم ضد القانون الدولي ويدعم المجازر والإبادة الجماعية، وأعضاء في الكونغرس أكثر من 17 عضو مدانين بجرائم اغتصاب وموجودين في مؤسسة التشريع في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا يدل على أنه ديمقراطية فوضوية لا عقلانية، مجرد انتخاب الناس واختيار الناس بغض النظر إن كان صائبا أو مخطئا. بالوقت اللي تدعي هذه الدول العكس، تدعي أنها ديمقراطية، والله سبحانه وتعالى يقول وأكثرهم الحق كارهون. ليست الاختيار بالأكثرية قد تؤدي لاختيار البسطاء لغير الكفو وغير النزيه. وجود مؤسسات رصينة تنظر في المؤهل لتسلم المناصب القيادية في الجمهورية الإسلامية يعطيها خصوصية. هذه الخصوصية لا تنافي مبدأ الديمقراطية، لأنه يصعد باختيار وبأصوات الشعب، ولكن بشرط أن يكون حائزاً للمؤهلات التي تؤهله أن يقود هكذا نظام إسلامي. فالحقيقة تجربة الديمقراطية في الجمهورية الإسلامية فريدة على مستوى العالم، ليس على مستوى المنطقة. فريدة بأنه قائمة على اختيار الشعوب والاختيار العقلاني، أي ديمقراطية في إطار العقلاني، وحتى في إطار مؤسسة ولاية الفقيه عندما يتم اختيار ولي فقيه هناك المحافظات لديها ممثلين مجتهدين من ذوي الاختصاص. هؤلاء هم مجلس الخبراء يتم انتخابهم، وهؤلاء ينتخبون ولي أمر المسلمين. إنها ديمقراطية في إطار ذوي الاختصاص. عندما أريد أن ننتخب نقيب الأطباء، لابد الأطباء من ينتخبون هذا النقيب، لا يمكن أن يأتي الباعي المتجول ينتخب نقيب الأطباء. من هذا أو للفنانين هو الحفاظ، لابد ذوي الاختصاص، الحفاظ على أهداف الثورة الإسلامية. الجمهورية الإسلامية في كل الشخصيات ديمقراطية عقلانية، وأنا أعتقد أنه قوتها أولا غصانة النظام الذي يستمد الشرعية الإسلامية، نظام ولاة الفقيه، ويحرص على الشرعية الشعبية باعتبارها جزء مكمل. وعلى أساس هذا النظام تم صياغة المؤسسات التشريعية ووضعت القوانين لاختيار ديمقراطية عقلانية تنسجم مع المعايير التي يريدها الله سبحانه وتعالى والتي تحقق مصلحة الناس. جيد، انتقل لك أستاذ هادي وأتساءل بالطريقة اللي طرحها أستاذ هيثم، التجربة الديمقراطية العقلانية. نعم، ما التسميت يعني. تسميتك أنه شلون إيران الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمكنت من الحفاظ على هذه التجربة وتعزيزها، مثل ما قلنا 14 تجربة انتخابية، هذه التجربة بكل تجربة أكو تعدد بالخيارات بالنسبة للجمهور الناخب، أكو داخل التيار الواحد أكثر من شخصية ممكن تكون مرشحة للرئاسة. نعم، الديمقراطية الإيرانية ديمقراطية خاصة نظيفة عقلانية صحيح، لكن قياسا مع الديمقراطيات الغربية التي فينا نسميها ديمقراطيات الوسخة، يعني هناك يعني حركة غير أخلاقية، هناك ديمقراطية للأغنياء، وهناك ديمقراطية يعني مجموعة معينة الذي يسيطرون على العالم، يا أما يخططون على سيطرة والظلم والديكتاتوريات، يعني هذا ليس يعني ديمقراطية. نعم. هناك ديكتاتورية، هناك ديمقراطية في بلدنا في الجمهورية الإسلامية، يعني ديمقراطية على أساس القيم وعلى أساس الأخلاق وعلى أساس الموازين الإسلامية، وفي رأس هذا النظام الذي يعني يدعم ديمقراطية من هذا الديمقراطية الدينية يعني في هذا البلد، سيد القائد الذي يعني يرشد المجتمع بإرشادات أخلاقية وإرشادات موازين
الأساسية، وخاصة في موضوع خدمة الشعب وخدمة البلد وخدمة القيم الإسلامية وخدمة يعني قيم الشهداء وعائلة الشهداء ويعني أطياف ضعيفة في البلد، وديمقراطية الدعم للمقاومة، ديمقراطية الدعم للمستضعفين على صعيد حتى وراء الحدود. يعني هذا الديمقراطية يختلف بمبادئها وأساسها مع ديمقراطيات الجارية في على صعيد العالم. يعني هناك حتى عندما يحكم في هذه البلدان الغربية يعني أحزاب اليسارية لا 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 يعني ليس هناك أي تأثير على أطياف الضعيفة، وهناك يعني يصنعون الحروب لتنشيط المصانع الأسلحة، ويعني ينهبون الدول الأخرى لمجموعة خاصة داخل بلدهم. ليس هناك هذا يقودنا إلى السؤال أنه نتساءل عن ما هو المطلوب من الرئيس الإيراني القادم، الأهداف الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الفترة المقبلة. أنا أتصور يعني هناك يعني أقل شيء ثلاثة محاور يعني يكون تركيز سياسة الحكومة الجديدة يجب يكون على هذا الثلاث. في سياسة الخارجية، مع أنه هناك رؤية مختلفة بين بيزيشيان وسيد جليلي بتعريف أنه المجامع الدولية، يعني مين المجامع الدولية، مين يعني الدول الأساسية. السيد جليلي ينظر في موضوع كافة الدول وفي كافة الفرص على صعيد سياسة الخارجية، والسيد بيزيشكيان يركز بالأساس ليس بالاقتصاد. هذا تقصد انه يشمل الشأن الاقتصادي، الاتفاق النووي، غيرها من الاختصاصات والاشتراكات الخارجية؟ نعم، السيد بيزيشكيان يركز على التفاوض مع أمريكيين ومع الغرب لحلة المشاكل، ويربط كل حل كل المشاكل بمفاوضات هذا، ولا يستطيع أن يستمر ولا لا يستطيع أن ينفذ هذا السياسة، لأنه في الخطوة الأولى وفي المرحلة الأولى جربنا مع الغرب في دولة السيد روحاني وبوزارة خارجية السيد زريف، تابعنا هذا وعملنا توافق، مع أنه كان بعض الكلام عن محتوى هذا التوافق، لكن نفذنا كل تعهداتنا وخرجوا أمريكيين وعدم ما نكسوا التوافق وما التزموا بتعهداتهم، وهذا تجربة موهومة. يعني هذا صراحة بأنه إذا التزمنا وربطنا كل الملفات الاقتصادية والاجتماعية وحتى بورصة إيران ومسائل الصحة وكذا بموضوع المفاوضات، ونتيجة المفاوضات يا أما يجب أن يقبل بإعطاء امتيازات جديدة وهذا مرفوض، وهناك دولة مؤسسات وقوانين كقانون الرد الاستراتيجي النووي تجاه الأمريكيين والدول الخمسة التي شاركوا يعني في التوافق النووي، يا أما يعني هذا الشق الثاني أكيد يعني يحصل هذا، وغرب لا ينسحب من سياساته القمعية والعقوبية والاستكبارية تجاه ليس لإيران تجاه إيران وليس الاتحاد تجاه روسيا والصين والدول الأخرى التي ينفذ العقوباتها. يعني هذا خشب السياسات الأمريكية. وبهذا السبب هناك هذا الرؤية، وهناك رؤية ثانية من سيد جليلي بأنه يركز على كافة الفرص على صعيد العالمي وحتى مفاوضات مع الأمريكيين، ولا يربط ملفات الاقتصادية والنمو الاقتصادي والمعيشي وال يعني حركة عجلة الاقتصاد بمفاوضات مع الأمريكيين، وحتى عمل على تضعيف وإفلاس هذا السياسة العقوبية تجاه بلدنا، وبدأت حركة يعني خلال سنوات الماضية ثلاث سنوات الماضية خلال حكومة الشهيد سيد رئيسي المؤشرات مختلفة، أصبحت بدل أن يكون مزعزع على يعني بمؤشرات غير ثابتة، أصبحت اليوم نمو الاقتصادي حسب التأييد واعتراف البنك الدولي ب5% كان هناك نمو، هذا حركة يجب أن يستمر ويتوسع.
حتى يكون يعني هناك بهذا السبب هذا الانتخابات انتخابات حساسة ليس بمعنى سياسي البحث. طيب. بل خلينا في هذه النقطة ما يخص المسألة الخارجية بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. أتساءل أستاذ هادي، مثل ما قلنا أنه الأهداف واحدة بين المرشحين، تعتقد أنه أكو اختلاف بالتوجهات حسب قراءتك ما بين بزشكيان وما بين سعيد جليلي بما يخص الاتفاق النووي أو حتى العقوبات الاقتصادية بالتحديد مع الجانب الأميركي؟ لا، من خلال البرامج الانتخابية. لا، سيد جليلي هو كما قلت لك يؤمن بقيم الثورة الإيرانية كما هي، الطريقة تختلف، لكن بزشكيان ربما يذهب باتجاه آخر وكأنه يريد أن يقود تجربة تحرك باتجاه الزعماء والرؤساء الإصلاحيين في إيران في السابق وفشلت. يعني المفاوضات مع الغرب لا تنجح لأن الغرب يريد لإيران أن تتغير وفقا للنمط الغربي لإدارة العالم، وإيران لا تريد ذلك. وبالتالي مسعود بزشكيان لو فاز سيضعف، ربما لا أقول يضعف، سيربك المشهد الإيراني، لأنه يريد المفاوضات، لأنه يريد أن يذهب باتجاه الغرب، والغرب يريد لإيران أن تستسلم، في حين سعيد جليلي عندما يفوز لن يربك المشهد الداخلي الإيراني. لماذا؟ لأنه متماهي مع الحرس الثوري، متماهي مع السلطة العليا، مع سلطة المرشد الأعلى، مع كل المؤسسات والهيئات الإيرانية الموجودة في الجمهورية الإسلامية، وهي مؤسسات تقليدية وتعرف ما عليها أن تقوم به ومتماهية مع بعضها. وبالتالي أنا أرى أنه السيد جليلي هو أقرب لإيران مستقرة وفيها فرص من بزشكيان الذي سيحاول أن يغير المسار بطريقة أدائه وتواصله مع الغرب. يعني مثلا الآن في العلاقة مع دول المنطقة، إيران لديها سياسة ثابتة فيما يتعلق بالمشهد العراقي السوري اللبناني البحريني، فيما يتعلق بعلاقتها باليمن بالخليج بدول عربية أخرى. نجد أن هذا المشهد ربما، يعني لو أن ترامب فاز في الرئاسة في نوفمبر المقبل في أمريكا وبزشكيان فاز في إيران، وترامب يمارس سياسة الضغط الفائق ضد إيران وضد الدول الأخرى في المنطقة مع وجود رئاسة إيرانية مثل السيد بزشكيان، أعتقد أن الأمور ستكون ليست في صالح إيران على المستوى. نحن نستثنى فرضية أنه إيران هي دولة لأهداف واضحة ومحددة، ما هو هذا اللي أقصده، ما ترتبط فقط هذا اللي أقصده رئيس الجمهورية. نعم، ولكن رئيس الجمهورية لديه صلاحيات وهو موجود في السلطة، لديه شيء. يعني لو لم يكن رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية مهما لما خرجت إيران الآن تنتخب، ولما تزاحم المرشحون، ولما كان هنالك رؤساء سابقون جاءوا إلى التنافس وأبعدهم الهيئات المختصة. بس هذه القرارات والصلاحيات توصل لهذه الدرجة؟ لا، هي لا، أنا لم أقل تصل، أنا أقل ستربك هذا الدعم وهذه المقاومة وهذا المحور مثل في هذه الدول، سترهق إيران ولا داعي لهذا الإرهاق، ستتعب إيران ولا داعي لهذا الإتعاب. يعني الرئيس إبراهيم رئيس الراحل كان ابن الثورة الإسلامية ومتماهي مع قيم هذه الثورة، وزار العراق بالمناسبة قبل أن يتولى الرئاسة. لذلك الفرصة قائمة أكثر مع جليلي لأن تحافظ إيران على طريقتها في إدارة شؤونها وعلاقاتها الخارجية، وترغم الغرب إذا أراد الغرب أن يتراجع أو أن يقدم شيء لإيران، أن يقدم وفق الرؤية التقليدية الإيرانية وليس وفقا لرؤية إصلاحية جديدة أو الإرادات الخارجية الأميركية مثل ما نقول أو الغربية. هذا يودينا لمكان ثاني، أنه أهمية هذه الانتخابات اليوم، الانتخابات الإيرانية وشخصية الرئيس المختار، مهمة فقط في الداخل الإيراني وفي السياسات الخارجية الإيرانية، أم أنه هي مهمة للمنطقة ككل؟ لا، هي مهمة بالنسبة للجمهورية الإسلامية وسياستها في المنطقة وعلى مستوى العالم. نحن شهدنا لدينا نظريتين تم استخدامها في الحكم. النظرية الأولى تذهب باتجاه الغرب وتوطيد العلاقات مع الغرب واستغلال الولايات المتحدة والالتزام بقرارات منظمة الطاقة الدولية وتقييد الملف النووي والاعتماد على تعزيز الاقتصاد من خلال الخارج. والحقيقة بعد تعطيل لملفات مهمة لعشر سنوات وارتفاع معدلات التضخم والبطالة ومعدلات الفقر، انسحبت الولايات المتحدة من المفاوضات وفشلت هذه السياسة التي تجعل
كل قوة ومقدرات الشعب الإيراني باعتماد على الغرب. شهدنا سياسة السيد الرئيس المرحوم الشهيد رئيسي الاستدارة نحو الشرق والاعتماد على القدرات الداخلية بتعزيز القدرات الداخلية الاقتصادية بمكافحة الفساد، بتشغيل المصانع والمعامل، بتقليل البطالة، زيادة وتوظيف الأيدي العاملة. وصل تصدير النفط من 300 ألف برميل إلى 2 أو 3 ملايين برميل يوميا. إيران بغض النظر عما تقول العقوبات الغربية وتجاهلت الغرب ومقرراته الظالمة واعتمدت على قدراتها الذاتية، بالتالي مستقبل الجمهورية الإسلامية تعزيز علاقاتها مع الدول الشرق ما مرتبط فقط في هذه النقطة. نعم. لازم اتفقوا ويا أمريكا حتى يكون عندك لا أمريكا ليست هي المحور للكون ولم تكن حتى محور الآن حتى بدأت تنحصر كمحور للغرب. هناك منظمات قوية صاعدة، الجمهورية الإسلامية ذهبت باتجاه منظمة شنغهاي، ذهبت باتجاه منظمة بريكس، هناك عمل على اطلاق نظام نقدي جديد، نظام امرج بعيدا عن سويفت والعقوبات الامريكيه ولا يدعم الدولار وانما يدعم دول بريكس ومن ينضم لها في اكثر من 58 دوله منها ثلاثه اول اقتصاديات نمو فيها العالم الصين والهند وروسيا. والجمهوريه الاسلاميه ذهب بهذا الاتجاه، هناك اطلاق عمله رقميه جديده دوليا ولها مقدرات ذهبيه وتعتمد على اليه البلوكتشين. فالحقيقه الجمهوريه الاسلاميه ذهبت باتجاه خيارات اخرى لتدعيم اقتصادها وتجاوز العقوبات بالافراغ محتوى العقوبات الامريكيه محتواها، وهذا اصبح به اجماع دولي من دول كبرى مثل الصين وروسيا والهند والسعي باتجاه تاسيس هكذا منظمات. فلا داعي للعوده أن اهم من كل هذه السياسات الناجحه في فتره المرحوم الشهيد رئيسي واعود ثم انه ما تم طاحه من قبل السيد بزشكيان مع اعتزازي بشخصه ولم يكن لديه برامج واضحه، مجرد تكرار لسياسات الرئيس روحاني، وانما من له تمرس وباع طويل في السياسه ولديه رؤيه منسجمه مع استراتيجيه الجمهوريه الاسلاميه السيد سعيد جليلي. فاتوقع انه الشعب العراقي الشعب الايراني سوف يضع خياراته في مكانها الصحيح. طيب. واعتقد سوف يصوت مره اخرى لمدرسه الشهيد رئيسي. خلينا ننتقل للاستاذ هادي باعتباره اقرب في هذا الجو الانتخابي وهو ابن الشعب الايراني. الشعب الايراني شنو اللي يريده باي شخصيه ذاهب الاختيار وتصويت الناخبين؟ ناقشنا موضوع السياسات الخارجيه والتوجهات الخارجيه، ويبدو انه هذه السياسات بناء على المعطيات في الداخل الايراني ما تحدد او ترتبط بمزاج شخصيه واحده او قرارات الرئيس فقط، لها فد اهداف ومنظمات ومؤسسات خاصه بهذه القرارات. خليني عند الشعب الايراني، وين رايح باي اتجاه؟ نعم، هناك يعني حسب الاحصائيات التي يعني حصلت خلال الاسابيع الماضيه يعني باولويات الشعب، يعني الشعب لا يعني يدخل في العاب السياسية والحزبية عادة، خاصة الأتياف الرمادية يعني لا يدخلون بالألعاب السياسية والحزبية. هناك أولويات واضحة عند الشعب بالعجلة الاقتصاد حتى يعني يكون ليس لا يكون هناك يعني أي بطالة ويكون هناك اشتغال بمجالات مختلفة ويربح هذا بشكل عام بشكل وطني. وهناك معشرات يعني أولويات معيشية الاجتماعية مرتبطة بالزواج وبموضوعات مرتبطة مثل هيدا، وفي تحصيل في موضوع الدراسة في الجامعات، وهذا أولويات القسم الأعظم من المجتمع الإيراني، هذا أولوياتها. ويطلب من الـ من الـ من السياسيين والمرشحين أيا كان يعني لو أنت حلوا هذا المسائل، حلوا هذا المشاكل بطريقتكم بأسلوبكم. الشعب أي بشكل أي البرامج أي البرامج أقرب لهذه الأهداف أستاذ هادي من المرشحين الاثنين؟ عامة الشعب لا يدخل في تعقيدات السياسية والمعقدات الدولية وعلى صعيد العالم وعلاقات الدولية والدول، يطلب من المرشحين بأن يحلوا هذا المسائل. ليس هناك أولوية في أولوية الشعب الإيراني يعني عامة الناس إنه سياسة الخارجية باتجاه القرب يا مشا، لكن حسب اطلاعك أي برنامج أقرب لهذه الأهداف؟
نعم. حسب اطلاعك وقربك للبرامج الانتخابية للمرشحين، أي برنامج أقرب لتحقيق هذه الأهداف بالنسبة للشعب الإيراني؟ هذا كان واضح خلال المناظرات السياسية بين المرشحان السيد بزشكيان وسيد جليدي. سيد جليدي دخل بكل مراحل المناظرات اولا باخلاقيه، ولا لا يكون عنده يعني كلمه بذيئه او كذا بتصرفها تجاه منافسها اول شيء، والثاني شيء دخل بملفات وسيئه من البرامج الذي فقدناه هذا عند السيد بزشكيان، بس بشعارات ووعود ويعني نفس الادبيات ونفس الثقافه الذي شاهدناه خلال 8 سنوات من الدكتور روحاني وفريق الحكومي عنده. يعني هذا الموضوعات يعني ناس بشكل واضح يشاهدون هذه الموضوعات، حتى عندما يريد أن يركز على حقوق الاجتماعي يركز على موضوعات يعني شاذة يعني بالمجتمع، ولا يركز عندما يتكلم عن النسوان وحقوق النسوان وبنات وكذا يركز على موضوعات الشاذة بالاجتماع، ولا يركز على كافة الحقوق النسوان الذي يشكلون 40 مليون في البلد، لا يركز على حقوق هذا الطيف الوسيء نصف الجامعة نصف المجتمع وحقوقها، يركز على موضوعات يعني بسيطة حقوقية قضائية. خلينا عند المناظرات أرجع لك مرة ثانية، أرجع لك أستاذ هادي أنتقل لك الملفات حتى الاقتصادية ما كان هناك أي مشروع واضح ليهل ويفتح عقدة من المسائل المعيشية والاقتصادية إلا بشعارات. هذا يعني كل المجتمع الإيراني شاهد وسمعت هذا بمناظرات وحتى في اجتماعات وكلماته، وحتى كان هناك نوعا ما إهانة باللسان سيد بزشكيان تجاه شهيد قاسم سليماني، وما وصفه بشكل بطل وطني، هذا البطل أنتم تشعرون موضوع السيد قاسم سليماني أكثر من أي شعوب على صعيد المنطقة وعلى صعيد العالم، كيف يعني خدم هذا ليس لشعبنا بس بل بشعوب المنطقة وعلى حتى على صعيد العالمي، هذا الشخص الخدوم المجاهد وضحى نفسه بهذا المستوى بلسان سيد بزشكيان يأتي بشكل مهين، وهذا أثرت على أن يأتي الشعب بتوابير الاقتراع بصور السيد قاسم سليماني حتى يقول نحن في هذا الإطار وهذا التيار، ولا نستطيع أحد أن يحين هذا الشخصية الكبيرة الذي يعني بكت السيد الإمام خامنئي في تشييعه، وأنتم كنتم تشاهدون هذا. يعني هذا واضح صورة الرحمة والغفران بالتأكيد يا شهيد قاسم سليماني ولكل ما قدمه. أتفق وياك أنه الشهيد قاسم سليماني هو مو فقط شهيد إيراني، هو شهيد الإسلام وما قدمه في العراق أو في سوريا أو في لبنان وفلسطين واليمن ولكل الأحرار حول العالم دليل على هذا الكلام ودليل على ما قدمه، وحقيقة إش ما نقول إش ما نعبر ما نقدر نوصف الأدوار الكبيرة للشهيد قاسم سليماني. أرجع لك أستاذ هادي، المناظرات التلفزيونية شلون تابعت هذه المناظرات؟ شنو تختلف المناظرات الإيرانية ما بين الرؤساء والمرشحين عن المناظرات في بلدان أخرى؟ ممكن أقرب مناظرة إنها هي المناظرة الأمريكية بين بايدن وترامب. المناظرة الأمريكية بين رئيس سابق ورئيس حالي، ولكن المشكلة أنه كما وصف أوباما وصف المناظرة أنه قال أن هذه المناظرة، لأنه كان يريد أن يقدح بقناة الرئيس ترامب، قال أنه هذه المناظرة بين رئيس يقول الحقيقة يقصد بايدن وبين رئيس يجيد الكذب. يعني أنا لا أريد أن أشبه أو أقارب بين مناظرات في إيران أو مناظرات في أمريكا. طبعاً سمعنا، أنا تابعت المناظرات في بريطانيا، تابعت المناظرات في فرنسا بين الجمهوريين، بين أقصى اليمين، بين اليمين المتشدد، بين اليسار، بين أقصى اليسار، بين يعني جماعات عديدة كانت تتحدث بطريقة
شعبوية لكي تصل إلى قلوب الناس، مثل ما حصل مع ريك ستار مر الزعيم العمالية الذي جاء من رحم الطبقة العمالية، ووالده ووالدته كانوا من عمال بريطانيا ومن أسرة بسيطة في 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 طبقة العمال. عندما كان يتحدث كان يستقطب أنظار الناس ويقول لهم من المحافظين، ولمدة 14 سنة ما قدموا شيء لبريطانيا، فقط زرعوا الفوضى وزرعوا الضياع وسحبونا من الاتحاد الأوروبي وجعلوا بريطانيا تابعة وذليلة ومختلف العبارات التي كانت تقال. في أمريكا كذلك أنه الرئيس بايدن انساق باتجاه يعني اليسار وأقصى اليسار والمثلية الجنسية والمهاجرين وطريقة أداء كل هذه المناظرات بها نقطتين مشتركة، إن هي التطرف بالطرح والتقليل من الآخر والإجازة والإساءة. نعم، لكن في إيران السيد جليلي كان واضح، لذلك أنا أقول أنه لو فاز جليلي سيكون أقرب إلى النجاح. لماذا؟ حتى وإن كانت الآن فئات كثيرة في إيران ربما لا تريد جليلي، لأنه كما يعني علمت أنه السيد بازشكيان حصل على نسبة أعلى من الأصوات في الدورة الأولى بسيطة. وقد تدعمه أصوات قاليباف، في حال أنه جماعة قاليباف ذهبوا اليوم إلى الانتخابات ربما ستذهب أصواتهم لي بازشكيان وليس إلى جليلي، باعتبار نفس التيار. ولكن لو فاز جليلي أنا أعتقد أنه سيكون أقرب إلى النجاح. وأعطيك مثل، كل الرؤساء الإصلاحين في إيران لم ينجحوا. لماذا لم ينجحوا؟ لأنهم ببساطة لم يكونوا متماهين مع القيادات التقليدية في إيران، يعني حتى ربما السماري تقول مع سلطة المرشد الأعلى، ربما مع الحرس الثوري، مع الهيئات التقليدية في إيران، بينما المحسوبين على القيم الثورة مثلا أحمدي نجاد، مثلا السيد إبراهيم رئيس الراحل، السيد سعيد جليلي إذا فاز نجحوا. لذلك لاحظت أنه كان تشيع رئيسي نوع من الاستفتاء الشعبي، هل أن هذا الرئيس كان ناجحا أم لا؟ كان ناجح وكان قريب من قلوب الناس. لماذا؟ لأن المؤسسات الدولة ومؤسسات الحرس والمؤسسات الاقتصادية المهيمنة في إيران ستدعم جليلي، وبالتالي جليلي سينجح. وهو قال في مناظراته وركز على فكرة الفرص، أن هناك فرص، أن هناك فرص، فرص عمل، فرص استثمار، فرص إبداع، فرص علاقات. وحتى إيران بالرغم من أنها منشغلة بالانتخابات، ولكن إيران لم تترك فرصة اجتماع أستانا في كازاخستان لمنظمة شانغهاي، وحضر نائب الرئيس محمد مخبر والتقى بالرئيس بوتين. يعني الرئيس بوتين لم يقل أن محمد مخبر مجرد شخص وضعوه في هذا المكان لكي يمضي بعض الأيام ثم يأتي الرئيس الجديد وأنا ستعامل مع الرئيس الجديد، لا، التقى بمخبر وتحدث مع مخبر واستعرض السياق. لماذا؟ لأنه يدرك أن ما لديه كبوتين ثابت، ويدرك أن ما لدى مخبر هو نفسه لدى جليلي لو أنه التقى جليلي. هذا الوضع وهذه التضمينات انطلقت من اليوم الأول لاستشهاد إبراهيم رئيسي. طبعاً ليش؟ لأنه الثورة الإسلامية أكد على هذه النقطة. دولة إيران دولة مؤسسات. لأنه هذه الدولة بالفعل هم لديهم مؤسسات، لديهم قوة حضور، لديهم مؤسسات بنيت على قيم متجذرة، وهذه القيم المتجذرة أنتجت قوة عسكرية جبارة متمثلة بالحرس الثوري بمصنعات عسكرية. طيب. علاقات وثيقة مع دول تشبه إيران في إطار الرمزية وفي إطار الحضارة، في إطار القدم، في إطار الجغرافيا والتاريخ المشترك، كالصين، كروسيا، كدول في آسيا الوسطى، وهي ممر لتركيا على هذه الدول في آسيا الوسطى، كأوزبكستان، طاجكستان، كازاخستان، تترستان، غيرها من كلها، ولداستان. هذا الطرح أستاذ هيثم، المنطقة الرمادية في التصويت شكلت تقريبا نسبة 50 إلى 60% في الجولة الأولى، تعدد الخيارات، اليوم الخيارات محصورة ما بين شخصيتين، كل شخصية تمثل توجه وتيار. تعتقد أنه أو في رأيك وفق المعطيات الحالية أنه هذه المنطقة الرمادية راح تقل نسبتها، راح تكون نسبة المشاركة أكبر والتحديد باتجاه شخصية واحدة أكبر؟ أعتقد أنه نسب المشاركة من خلال اليوم هي أكبر من الانتخابات السابقة، وانحصار الانتخابات بشخصين أيضا عامل مشجع على المضي بجولة الانتخابات الثانية، والفئة الرمادية ما يهمها والملف الاقتصادي، والملف الاقتصادي معالجاته، أما بطريقة الرئيس رئيسي الذي عمل على مكافحة الفساد، تشغيل المصانع، تقليل أيدي البطالة، وزيادة الدعم للعوائل الفقيرة ثلاث أو أربعة مرات، والمدرسة الأخرى التي ترى بأنه
الانصياع للغرب وتقديم التنازلات للغرب والذهاب نحو أخضاع الولايات المتحدة هو ما يضمن تحسن الوضع الاقتصادي. أعتقد الفئة الرمادية لها القدرة على تمييز أي سياسة بين هي الناجحة وأيها التي تصب في مصلحة الشعب الإيراني، وبالتالي أعتقد سوف تكون مشاركة أكثر، والفئة الرمادية لن تكون رمادية ومحايدة، ستذهب باتجاه الخيار الأنسب والذي أثبت بأنه أنسب عمليا في فترة حكومة السيد الرئيس. وممكن أن يكون السيد سعيد جليلي هو استمرار لنهج السيد رئيسي؟ طبعا هما مدرستان، والسيد سعيد جليلي في الانتخابات السابقة وانسحب قبل يومين أو ثلاثة أيام لمصلحة الشهيد رئيسي، لأنهما أبناء مدرسة ونظرية واحدة ولهما نفس البرامج للعمل. أستاذ هادي، بتغريدة الإمام الخامنئي قبل تقريبا يومين ذكر أنه أسأل الله أن يوفق الناس لاختيار الأفضل في انتخابات رئاسة الجمهورية. بحسب قراءتك من وجهة نظر الإمام، أي الخيارات اليوم أفضل بالنسبة لرؤية الجمهورية الإسلامية؟ عندي ملاحظة للكلام الأخذ ضيف بأنه القاعدة الصوتية، القاعدة الاختراعية للسيد قاليباف روح لصالح السيد بيزشكيان، هذا ليس صحيح. إذا بتريدوا يعني أنا بعمل أناليز بهذا المسألة حتى تكون عندكم شفاف، يعني الرأي الثلاثة ملايين وستمائة ألف هذا قسم من هذا كان صوت لصالح علي لاريجاني الذي يعني ما فاز بمجلس الصيانة حتى يدخل في السباق الرئاسي. قسم من هذا يعني كان صوتا لعلي لاريجاني الذي يميل كان بإصلاحيين المعتدلين وكذا بهذا الأسماء. إذا كان هذا كله كان لصالح سيد بيزشكيان، ما كان سيد بيزشكيان يحتاج إلى أي نشاط ليكسب الفوز في هذا المرحلة الجولة الثانية. واليوم نشاهد يعني بشكل واضح يعني مجموعات يعني التنظيمات المرتبطة بالسيد بيزشكيان يركزون على المرددين في المشاركة في الانتخابات، ولا يركزون على القواعد الصوتية وقواعد اقتراع الرأي من سيد قاليباف حتى يعني يأخذون من سيد جليلي لصالحهم. هذا شيء واضح، بل يركزون في دعاية الانتخابية بإيجاد تفكيك وتشتيت بين مجموعة الرأي لسيد قاليباف حتى لا يعني يصب في صالح السيد جليلي. هذا يبين بأنه مجموعة رأي السيد قاليباف ليس كلهم، بل ممكن يعني أقل من نصهم ممكن يروح لصالح بيزشكيان، لكن بيزشكيان يحتاج إلى آراء أكثر حتى يفوز. ولكن الحركة الاجتماعية للانتخابات اليوم بيّنت بأنه المتدينين دخلوا بشكل قوي في خاصة في المحافظات، وليس بس في مراكز المحافظات، بمدن المحافظات مراكز النائية وفي حتى قرى. يعني أنا اتصلوا معي حتى بعض القرى بشكل كامل مطلق، يعني حركة وسيعة متدينة لصالح تيار الديني. وهذا كلام الموقف السيد القائد الذي يعني يبين معايير وأخلاقيات والذي يفيد البلد في حركتها الاقتصادية والسياسية والثقافية بشكل واضح. هذا يعني كلام يعني جلي بكلام القائد بأنه يخدم حتى في أيام الماضية، يعني قبل هذا الموقف قبل يومين كان نصح بأنه إذا نجحتم في الانتخابات يعني تعهدوا بينكم وبين الله بأن لا يجيبوا أشخاص يميلون إلى أمريكا، وهذا كلام واضح بأنه يتكلم مع مين. هذا هو الكلام اللي ذكره الإمام الخامنئي، وخاطب أيضا حتى المقاطعين للانتخابات أو ما يوصفون به المنطقة الرمادية، أنه عدم المشاركة ما يعتبر هو رفض للنظام أو التقليل من شرعية النظام. أنا أشكرك الأستاذ هادي محمدي المختص في الشأن الإيراني من إيران عبر سكايب، وكذلك أشكر الأستاذ الدكتور هيثم الخزعلي عضو شبكة الهدف للتحليل السياسي، وأشكر الأستاذ هادي جلو مرعي الباحث في الشأن الاستراتيجي.
الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، نلتقيكم إن شاء الله في تغطيات أخرى، في أمان الله.